أنا وكريم مرة كمان، ولسه أخبارنا مستمرين فيها، ومعانا خبر جميل جدا، وعايزين نبدأ ونقول مبروك لفريق رجال كرة الماء بالنادي الأهلي اللي توج ببطولة الدوري العام لموسم 23-24، وده بعد الفوز على نادي سبورتنج ونتيجة كانت محترمة جدا 14-10. نجح فيها رجال النادي الأهلي في حسم لقب بطولة الدوري للموسم الثاني على التوالي، شيء محترم جدا، أداء متطور جدا فترة عن فترة، وده أكيد يسعدنا ويطمنا على اللي جاي، مش بس في كرة القدم إنما في كل الرياضات الخاصة بالنادي الأهلي. خلينا نتابع التقرير ده عن التتويج وبعد كده نرجع نكمل. احنا الحمد لله بدايه السيزون ده كنا تعهدنا ان احنا خلاص الدوري كان غايب بقاله فتره، الحمد لله كسبنا السنه اللي فاتت هو الكاس، فاحنا وعدنا الجهاز وعدنا مجلس اداره وعدنا نفسنا كلاعيبه ان احنا خلاص الدوري ما دام دخل مش هيخرج تاني، والحمد لله احنا بدانا تحضيرات من اول، يمكن من اول شهر 7، من اول الصيف الناس كلها في اجازه الصيف، احنا لا قلنا احنا مش عشان كسبنا فخلاص هنريح، اللي عايز يحافظ على البطوله لازم يبتدي من الاول، كله متابعنا ودي حاجه بتدينا دفعه، وكمان وفاه سياده الوزير العام لفاروق كانت دفعه كبيره، احنا كانت دوافعنا مختلفه ان احنا عايزين ناخد البطوله دي ونهديها له، وبرده كان في كابتن مدحت فرج نائب رئيس الجهاز كان اتوفى قبليه ربنا يرحمه ان شاء الله ويجمعهم يجمعنا بينا في الجنه، فبرده دي كانت دوافع مختلفه جدا عشان نهدي حاجه لاسرته والمجلس الاداره. والله الحمد لله، يعني احنا كان يعني عندنا السنه دي حافز زياده بعد وفاه كابتن العمري ووفاه كابتن مدحت فرج وبرده كابتن طارق الصغير، فاحنا كنا عايزين نهدي لهم حاجه السنه دي بعيدا عن الدوري، وان احنا يعني عايزين نحافظ ان احنا ليدنج ان شاء الله على كل الفرق، فتعبنا والحمد لله ربنا يعني كان معانا وكرم برضو ان احنا نهديهم حاجه يعني يحسوا بينا، وهم طبعا في مكان تاني يعني احسن من هنا بكتير يعني. البطولة طبعا ما جاتش من السنة دي وما جاتش من تعب السنة دي اصلا، هي من السنة اللي فاتت واللي قبلها، احنا من اول دقيقة من 3 سنين ابتدينا ان احنا نعمل الفريق ده واللي احنا بنكسب بيه النهاردة، ابتدينا عليه من وخسرنا في اول سنة، وبعد كده كملنا ما وقفناش، الفريق كبر اكتر ونضج اكتر وبقى فيه خبرات اكتر وبقى فيه ميكس ما بين الشباب والخبرة، فبقى عندنا فرايتي كتير قوي في اللعيبة، وبقى عندنا مجهود بيبذل كل شويه من كل اللعيبه، بقى عند مدرب بقى عنده اريحيه في الاختيار، فالموضوع ده ما ابتداش من السنه دي بس، احنا كنا بنشتغل على الموضوع ده من 3 سنين ويمكن قبل كده كمان، فده يعني وصلنا الحمد لله ان احنا للسنه الثانيه على التوالي بناخد الدوري، وان شاء الله هيفضل في الاهلي ومش هيخرج ان شاء الله يعني. والله هو بصراحه وفاه طبعا باشمهندس عمرو فاروق دي اثرت فينا كلنا، فاحنا كنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نجيب البطوله دي اهداء لروحه وحاجه تكريما ليه، يعني هو بصراحه كان اكبر داعم للووتر بولو في النادي الاهلي، وكان بصراحه مطالبنا كلها بيلبيها وكان سبورت لينا قوي، فاحنا كان الموتيف الاكبر موتيف كان لينا اللي احنا نهدي له البطوله دي، ده كان اهم حاجه. وطبعا بقى البطوله كانت صعبه ومواجهات ومفيش حاجه سهله، كل حاجه بتيجي طبعا بالتعب وبالمجهود، بس يعني على قد ما نقدر كنا بنحاول ان احنا ندوس على نفسنا اكتر عشان نحاول نحسم الدوري اكتر بدري قبل ميعاده، والحمد لله ربنا كرم وقدرنا نحسمه قبل المواجهه الاخيره، يعني قبل اخر يوم كنا احنا كده الحمد لله، يعني كنا ضامنين الدوري الحمد لله. كنا الحمد لله كانت البطوله ماشيه سهله يعني الحمد لله، ويعني كان يعني اسهل من المره اللي فاتت كان يمكن كانت اصعب عشان زي ما قلت لك كان بقى لنا فتره ما خدناهوش، وبعد كده المره دي الحمد لله يعني تقريبا ما خسرناش خالص تقريبا غير جيم واحد في الاول، وكان في فرق في السكورات حتى في الجيمات كنا عاملين سكورات جامده مع المنافسين بتاعتنا، وخلصنا النهارده فرق 5 نقط يعني الحمد لله. والله الحمد لله، طبعا احنا بنشكر مجلس الاداره بقياده كابتن محمود الخطيب والمجلس كله، وطبعا الداعم اللي كان الاكبر لينا كابتن العمري فاروق رحمه الله يعني، وكابتن خالد العوضي، مش عايز انسى حد، والجهاز من اول كابتن وائل عزت رئيس الجهاز، كلهم السنه دي كانوا بيكملوا المسيره بتاعت السنه اللي فاتت. احنا الحمد لله دي العام الثاني على التوالي، وده انجاز ان احنا كنا بقالنا اكتر من حاجه و20 سنه 21 او 22 سنه بفضل الله، وده بنتمنى ان احنا بنهديه السنه دي للكابتن العمري فاروق والكابتن مدحت فرج، وان شاء الله يوصل لهم ان شاء الله. الحمد لله العلاقه طيبه جدا ما بيننا وما بينهم، هم اولادي واولادي بجد، ان انا في ناس انا مرنتها عندها 13 سنه،
دلوقتي عندهم يعني 28 و27 سنه، بقى لي معاهم اكتر من 15 سنه كان في ناشئين، والحمد لله كملنا المسيره في الدرجه الاولى، وهي سلسله بنتوارثها يعني. في كان قبليها اكيد مدربين افاضل وانا بكمل، واكيد واحد هيجي ورايا بعد كده يكمل برضو المسيره دي بتاعت النادي الاهلي. الحمد لله دي حقيقه، الحمد لله ربنا كرم. الحمد لله السنه دي كان موسم صعب، يمكن البطوله السنه دي كانت اصعب من السنه اللي فاتت. موسم طويل، تمرين كتير، تشالنجز كتيره سواء جوه المايه او في حياتنا الشخصيه. الحمد لله ربنا كرم وفوزنا بالدوري، والدوري السنه دي الحمد لله في النادي الاهلي زي ما وعدناكم، وان شاء الله يفضل الفتره الجايه في النادي الاهلي ان شاء الله. يعني احنا بنتعب كل يوم صبح، بنيجي تمرين ويجوا تمرين وخلصوا لهم الحاجات، روحت حياتي خلص الحاجات الجنيهات وكل حاجه. واشكر كابتن وائل عزت، وليد عزت، والفرقه كلها، وبيقفوا معايا واقفين معانا ايد في الايد، ما سيبوناش خالص في اي محنه. والحمد لله خدنا اهو، كسبنا دوري اللي فات ودوري السنه دي، ان شاء الله ان شاء الله دوري جاي ان شاء الله. الحمد لله الموضوع بدا من بعد تعب سنين، وبدايه من السنه اللي فاتت كان بقى لنا كتير ما خدناش الدوري. الحمد لله مع تمارين جامده ومع تركيز جامد جدا، احنا كنا لازم نرجع الدوري بيته. الحمد لله تاني سنه على التوالي ناخد الدوري، وان شاء الله سنين كتير مكملين محافظين على البطوله ان شاء الله.